أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من غزوة الصفارة إلى وقفة الحج الأصغر بجامع عقبة كما سماها بعضهم، كيف يتصرف العقل السياسي لأنصار الشريعة؟ وكيف يتفاعل مع المتاح الحريات في مجتمع ما بعد الثورة؟ ما حقيقة تكفيرهم للسلطة المنتخبة في 23 من أكتوبر؟ وكيف تم جرهم لمربع عنف الدولة؟ من جهة أخرى، هل تسرع العريض في اتهامه لأنصار الشريعة بالإرهاب؟ ولماذا تخير توجيه اتهامه من قطر في هذا التوقيت بالذات؟ لماذا لم تستعرض الداخلية أسطولها المدجج على عتبات معامل الفوسفات وعلى السكك الحديدية المعطبة كما رأيناها على أسوار جامع عقبة؟ أم أن تعطيل عجلة الاقتصاد يصير هيناً أمام من يتهمون برفض سلطة الدولة كما صرح الوزير سمير ديلو؟ هل التضييق على أنصار الشريعة هو استجابة لأجندة دولية كما صرح بعضهم؟ ما هذه الانتقائية في التعامل مع ملف أنصار الشريعة؟ أين المعارضة المستميتة في الدفاع على حق الشواذ وعاريات الصدور؟ ما بالها لا تحرك ساكناً على وفاة أكثر من 16 سلفياً قتلوا بعد الثورة؟ أين المتشدقين بالدفاع عن المرأة؟ هل سألتم عن امرأة دوار هيشر التي ملأت دماؤها مرضعة طفلها الصغير؟ من غزوة السفارة إلى وقفة الحج الأصغر بجامع عقبة بن نافع، هل هي عدم حيادية الدولة في تناول موضوع أنصار الشريعة، أم هو غياب وعي بمفهوم الدولة لدى جماعة أنصار الشريعة؟ موضوع حلقتنا الجديدة من برنامج الحدث. فاصل قصير ثم نعود. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الحدث، والتي نتناول فيها موضوع الساعة هو الصراع الدائر بين ظفرين أو الصدام بين جماعة أنصار الشريعة والدولة. لمناقشة هذا الموضوع سعداء باستضافة كل من الأستاذ بلال الشواشي ممثل عن التيار